ثلاثة ممكن. يعطيك العافية، شكرا لك كابتن سبيت خاطر. أبو عبد الله النتيجة؟ شوف بالنسبة كأرقام الشباب الليلي هو الأقرب للفوز، لكن لا زال بعد فريق الوحدة فريق قوي يعني فريق مش سهل، بس أنا ما أعطي نتيجة، أنا أقول لك أن الأقرب والغالية ولكل العرب. هنا نتحدث عن مواجهة مرتقبة ما بين شباب الأهلي وضيفه الوحدة، ما بين الفرسان وأصحاب السعادة والبحث عن السعادة وقمة بالنسبة للفريقين هنا في الساد راشد. هنا هذا الحوار الكبير جدا وفي انطلاقة هذه الجولة، الجولة والوحدة ما بين الفرسان وأصحاب السعادة. نتحدث عن تشكيلة الفريقين لهذا اللقاء. شباب الأهلي يلعب بحسن حمزة. نستمتع إن شاء الله بمشاهدة مباراة كبيرة، إن شاء الله مباراة جميلة، مباراة يعني ترتقي للمستوى الذي نتمناه جميعا هنا في دار الحي، هنا في الساد راشد بالنادي بنادي. هنا إسماعيل مطر لعبها إلى الأمام والكرة تحولت تعود لشباب الأهلي. ثلاث نقاط مهمة جدا مطلوبة جدا هنا في معقل الفرسان من حسن حمزة، ومتابعة مستمرة أيضا للوحدة. الوحدة في وضعية هجومية يبحث عن التقدم. مباراة الدور وهدف العودة، عبد العزيز صنقور على رمية التماس، كرة الآن لعبت لشباب الأهلي. نشاهد وصول وحداوي، لكن هل نشاهد الوصول بالنسبة لشباب الأهلي في اللحظات؟ هذه المواجهة هي كذلك أيضا في خطأ لصالح شباب الأهلي، لعبة كارلوس إدواردو، انطلاقة من إدواردو بيلعبها لسبعة جلال الدين ناشري بوف. الآن الكرة لعبت أمامي من عزيز جانييف، الثنائي الأوزبكي يلا الكربي وبيهدي الأمور أيضا، وحديث شفوي وتعليمات من أحمد عيسى للوحداوي عبد الله الكربي في الكرة الماضية الخطأ. والكرة لعبت أمامية، لعبت لجلال الدين ماشري بوف. ماشري بوف يبحث الآن عن المرور، ماشري بوف بيلعب العرضية، ماشري بوف وبتعدي كرة ماشري بوف تحولت إلى خارج الملعب. المرور ماشري بوف بيلعب العرضية، ماشري بوف وبتعدي كرة ماشري بوف تحولت إلى خارج الملعب. ضربة مرمى كرة ماشري بوف، لكن إيغور جيسوس مكسب كبير للفرسان ما شاء الله. إيغور جيسوس في التاسعة إلى الجهة اليسرى، انطلاقة من جلال الدين ماشري بوف. ماشري بوف ماشري بوف يحاول الآن يتقدم، أرسل كرة ماشري بوف. ماشري بوف لا يزال الآن بيحاول، ماشري بوف بيلعبها ولكن الكرة تحولت لخير. محاولة الآن، الكرة لعبت إلى الجهة اليسرى، تعاد الكرة لحمدان الكمالي الذي يلاقي الوحدة، والوحدة بالنسبة له يا سلام القلب أيضا بالنسبة لحمدان الكمالي، طبعا النادي الذي تأسس ونشأ فيه وترعرع فيه حمدان الكمالي وظهر فيه ونعرف أيضا وتألق بعد ذلك حمدان الكمالي، لكن هذه سنة الحياة والاحتراف وعالم الاحتراف. الكرة لعبت إلى الجهة اليمنى، محاولة لشباب الأهلي، كرة بتلعب الآن، محاولة يا سلام تسديدة شباب الأهلي الفرسان في ضربة ركنية. الآن محاولة لشباب الأهلي هنا في الدقيقة 20، محاولة من خلال هذه الركنية، كرة الآن ملعوبة، محاولة متابعة من إيغور جيسوس ومتابعة مستمرة من شام أشربوف. الله كرة جميلة ومتابعة أجمل أيضا من الشامسي. شوف الكرة الماضية، شوف تابعها ماشري بوف بالرأس، وبعد ذلك الرأسية الأخيرة كانت عن طريق إيغور جيسوس. اي نعم هذه كراته، اي نعم هذه كراته وهذه لعباته في وسط. يا سلام بشكل ممتاز، بشكل ممتاز من عبد الله النقبي، بيلعبها الآن لعبد العزيز صنقور. ماشري بوف إلى رمية تماس وخميس، ونشأ خميس إسماعيل، بعد ذلك لعب للجزيرة، شباب الأهلي، الواصل. كرة الآن لعبت إلى الجهات اليمنى، محاولة الآن لشباب الأهلي تبدو خطيرة، هذه لعبد العزيز اللي بيلعبها عرضية بتعدي الكرة ولكن لا تزال خطيرة، تعود الآن لعبد الله النقبي،
لعبد الله نقبي بيلعبها لمحمد جمعة، والكرة الآن إلى الأمام خطيرة على تنفيذ الخطأ، هل راح يلعبها مباشرة باتجاه المرمى؟ وتستقر الكرة في شباك شباب الأهلي ليتقدم إذا الآن الوحدة في هذه اللحظات. شوف جانلو كامينيز، جانلو كامينيز متابعة أيضا من بيمينتا، ولكن الكرة تحسب لجانلو كامينيز. مينيز اللي لعبها، مينيز حطها في الفيديو محمد عبيد خادم والمساعد حسن الحمادي وحكم اللقاء أحمد عيسى لا يزال يتحدث مع حكام الفيديو لإصدار القرار النهائي. بعد ذلك أولو خطيرة من جول جيسوس بيعدي، وجلال ماشريبوف في خطأ الآن واضح ومستحق لشباب الأهلي لماشريبوف بعد الهدف. مباشرة نشاهد فرصة خطيرة جدا للفرسان إيغور جيسوس، وبعد ذلك جلال الدين ماشريبوف خارج منطقة الجزاء يعرقل. خطأ لصالح الآن شباب الأهلي، خطأ لصالح شباب الأهلي. ليميونغ هو من عرقل ماشريبوف، انذار ليميونغ، انذار ليميونغ، الوحداوي ليميونغ ينال بطاقة صفرة، والبطاقة الصفرة في هذه اللحظة. شوف إيغور جيسوس أخذ حارس المرمى محمد الشامسي، موجود ماشريبوف، خطير خطير جدا إيغور جيسوس. شوف استلام رائع، تقدم، محاولة المرور، حاول أنه يمر من حارس المرمى وكان ما بينه والتسجيل لحظات لولا التدخل الجميل أيضا وسليم من محمد الشامسي الحارس الوحداوي. وبعد ذلك أشرة الآن لشباب الأهلي، ماشريبوف، الثنائي الأوزبكي موجودين الآن، وعزيز جانييف واحد من الاثنين، واحد من الأوزبكيين. راح نشوف سبعة ولا ستة، ستة ولا سبعة، راح نشوف من اللي راح يسددها الكرة هذه. شايف الأكثر تأهبا هو جلال الدين ماشريبوف، ماشريبوف ولا عزيز؟ وعزيز الآن يتأهب بحطها، عزيز الله، كرة جميلة جدا من عزيز جانييف، جميلة جدا ولا أروع من عزيز جانييف، كرة فعلا ما أروعها من عزيز جانييف. يا سلام حطها، والقائم الأيمن، القائم الوحداوي الأيمن يتكفل بكم. الثنائي الأوزبكي كان التشاور على لعب الكرة الماضية ما بين عزيز جانييف وأيضا ماشريبوف. جانييف لعب كرة جميلة جدا عزيز، الكرة الآن إلى الجهة اليمنى، هيكل عبد العزيز يعيد الكرة، شباب الأهلي نشاط ملحوظ تماما بعد كرة جميلة والله يا عزيز جانييف، كرة جميلة من عزيز، كرة الآن ملعوبة إلى الأمام، تعود الكرة، حاولت عبد العزيز هيكل بيلعبها لمحمد بيلي، مع الكرة بيلعبها على طول أمامية، محاولة لمشريبوف، حاول يلم الكرة الماضية، تحولت لإيغور جيسوس وشباب الأهلي، خطورة في المرمى، عودة الفرسان إلى الواجهة الآن عن طريق محمد جمعة بيلي، بيلي يعيد الفرسان إلى الواجهة الآن، محمد جمعة بلمسة، ببصمة، بهمسة جميلة جدا من محمد جمعة، محمد جمعة بيلي يعيد الفرسان ويستعيد أيضا السعادة أمام أصحاب السعادة. شوف الكرة الماضية، يا سلام على جملة عن طريق، والكرة كانت من النجم الكبير إسماعيل مطر، يعني لما الآن يتواجد عبد الله، كرة الآن لعبت أمامية، راح نتحدث، كرة لعبت إلى الأمام، محاولة عن طريق ماشريبوف بيلعبها أمامية، محاولة تبعد من فارس جمعة، تتخلص من فارس، تعود الكرة لإيغور جيسوس، عبد العزيز هيكل، عبد العزيز هيكل، الكرة الآن لي عزيز جانييف إلى الجهة اليمنى لشباب الأهلي، ولا ننسى الكرة الجميلة لعزيز جانييف في شوط المباراة الأول من الكرة الثابتة، الكرة الآن ملعوبة إلى الأمام من جانييف، عبد العزيز هيكل، عزيز جانييف، عبد العزيز، متابعة من إيغور جيسوس، خطيرة خطيرة جدا لشباب الأهلي، خطيرة جدا للفرسان. الكرة الماضية، الكرة تحولت إلى ركنية، محاولة خطرة، لكن ياهي فرحة،
ياهي فرحة ما تمت إلغاء الهدف. ومهدي علي يحتج ويتابع الموقف. وإذا إلغاء الهدف الماضي إيغور جيسوس كان موجود. شوف الكرة الماضية، شوف المتابعة من إيغور جيسوس، لمسة يد هنا، لاحظ الكرة ولاحظ، خلونا نشوفها من جديد. موجود كارلوس إدواردو. عموما في الحالات التحكيمية الزميل العزيز إبراهيم المهيري سيكون حاضرا في تحليل كل اللقطات. جلال الدين ماشريبوف، ماشريبوف لعيب تقدم، ماشريبوف يا السلام على التوجيه الجميل ومتابعة من ماشريبوف، هو وجهها، يعني توجيه جميل من ماشريبوف، سيطرة وتوجيه جميل جدا، حول الكرة بتوجيه رائع من ماشريبوف وحاول استلامها من جديد من أجل التسجيل. ماشريبوف الآن إلى ركنية لشباب الأهلي، الكرة ملعوبة، محاولة خطرة، جول، لكن وإلغاء الهدف أيضا، إلغاء الهدف بداعي الخطأ. المرة هذه راح نشوف الكرة من جديد، شوف من الركنية الكرة راحت، وإيغور جيسوس حاطها وكان معه محمد الشامسي، وهذه أيضا لقطة موجودة، لا يعني خليها الكرة الماضية لجلال الدين ماشريبوف. ماشريبوف كرة إلى الأمام، تبعد الكرة من فارس جمعة، البحث عن التقدم الثاني بالنسبة للوحدة، البحث عن التقدم الأول. كرة الماضية فيها محاولة أيضا من متابعة من كارلوس إدواردو. ماشريبوف أمامية عرضية ومتابعة من عبد العزيز صنقور، بيتابع الكرة بيلعبها لجلال الدين ماشريبوف، خدوهات إلى الأمام، الكرة راحت تحولت سهلة عند الحارس الوحداوي. ثلاث نقاط مهمة جدا هنا في دار الحي في معقل الفرسان بالنسبة للفريقين، من يغرد بالثلاث نقاط بنقاط هذه المباراة. كرة الآن محاولة لصالح شباب الأهلي، كارلوس إدواردو، محاولة لشباب الأهلي عن طريق محمد جمعة، بيلي ومتابعة أيضا من إيغور جيسوس. انطلاقة هذه الجولة 16 بحوار جميل ما بين شباب الأهلي وضيفه الوحدة، وبعد ذلك لكن في نفس توقيت هذه المباراة ورفكان وبنياس، التعادل السلبي حتى الآن ما بين الفريقين. التعادل السلبي هناك في ما بين الفريقين الكبيرين الشارجة والعين، الشارجة متصدر دورينا. ما الذي حدث هنا ما بين تيما تافيز وعزيز جانييف؟ ما الذي حدث ما بين الاثنين؟ شوف الاشتراك هنا ما بين تيما تافيز وعزيز جانييف في هذه اللقطة. إذن عزيزون جانييف الأوزبكي هو من يغادر، لا القادم هو عيد خميس، بديلا لعزيز جانييف. الكرة لعبد العزيز الصنقور الآن لشباب الأهلي عن طريق ماشريبوف، محاولة لشباب، الله يا سلام على هدف جميل للفرسان عن طريق كارلوس إدواردو، على الطاير حطها جميلة جدا، على الطاير كارلوس إدواردو للفرسان، وكارلوس إدواردو يأتي بالهدف الثاني وبيشغل الونان. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هدف في غاية الروعة من كارلوس إدواردو. جيسرد تسديدة في غاية الروعة من خميس إسماعيل، وعودة الوحدة، عودة العنابي، عودة السعادة لأصحاب السعادة بعد هدف رائع لإدواردو. الآن الروعة تكتمل أيضا
تكتمل عن طريق خميس اسماعيل. يا سلام على تسديدة جميلة جدا حطها. هل تنتهي المباراة تروح إلى التعادل نقطة لكلا الفريقين ولا لا؟ هناك يعني سعيد أكثر من جانب الفريقين وأكثر بثلاث نقاط هذه المباراة. كرة بتلعب مشربوف، مشربوف ومن يشرب من الأهداف أكثر. كرة من مشربوف، كرة من مشربوف ومن يشرب من الأهداف أكثر. يا مشربوف هو اللي لعب الكرة الماضية أبعدها محمد الشامسي، حولها إلى خارج الملعب. الآن ركنية، ركنية لشباب الأهلي عن طريق جلال الدين. مشربوف، مشربوف متابعة جميلة أيضا من حمدان الكمالي إلى خارج الوطني مهدي علي. وعموري قادم في الطريق أيضا، عموري مع شباب الأهلي ممكن في المباراة القادمة سيشارك. الآن ما شربوف يغادر في هذه اللحظات، والقادم هو يحيى الغساني يواجه أيضا فريقه السابق الوحدة. يحيى الغساني بابتسامة.